أهلا بيكو. قراءة النهاردة هي حلقة جديدة من حلقات البودكاست مين الشخص اللي بيحاول ان هو يتخاطر معاك دلوقتي، وايه الرسائل اللي بيحاول ان هو يوصلها لك من خلال تخاطره معاك. الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع فيه القراءة. اذا كنت جديد في القناة من فضلك اشترك، فعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وللتواصل او لطلب قراءة خاصة لينكات ورابط التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. هنشوف الطاقة بتاعتكم في البداية علشان تعرف إذا كانت القراءة دي مناسبة ليك في الوقت الحالي، وحروف اسمك هتكون موجودة في صندوق الوصف. أوكي؟ هو هنا أنت تقريبا بتحاول تخرج من وضع معين أو تبدأ بداية جديدة. أنتوا من الأشخاص اللي بتقدروا تحسوا أو تستشعروا طاقات التخاطر، يعني لو في حد في الطاقة الحالية بيحاول إن هو يتخاطر معاك أو كده، انت جواك الاحساس اللي بيقولك انه فلان بيحاول يتخاطر معاك، او ان في اشخاص معينين مثلا بيحاولوا ان هم يوصلوا لك طاقات من خلال تخاطرهم معاك. جواك الاحساس ان انت عاوز تنتقل، يمكن تسافر او تغير جو او تروح مكان جديد او حاجة، وبحاجة ايضا ان انت ترجع للتواصل مع الروح التي بداخلك. اوكي، قد يكون التواصل مع الطبيعة مهم جدا عشان الفترة دي، ان انت تتواصل مع الطبيعة بيساعدك اكتر ان انت تسترد او ترجع تاني للمواهب الروحانية بتاعتك، في حالة ان انت حاسس ان الفترة دي في بلوك نوعا ما عندك طاقي او كده، او ان انت مش عارف تكون متصل بالشكل الكافي. ممكن تكون انت شخص الحياة العاطفية بتاعتك جايز عندكم حياة مستقرة، يعني في منكم اشخاص يمكن متزوجين او مستقرين بصفة عامة، وضعكم المادي ممتاز على فكرة، او انتم من الاشخاص اللي بتقدروا تعملوا فلوس كويسة، او جايز طاقيا الفترة اللي جاية هي مرحلة مهمة ليك. لو انت عاوز تبدأ بداية مادية جديدة، عاوز تبدأ مشروع، تبدأ بزنس، يمكن طاقيا الحاجة دي لصالحك. بس في حد في الضمرة معينة، ممكن تكون انت في علاقة ثلاثية، يعني في حياتك شخصين. اوكي، او ممكن مثلا في علاقة بحد بس في حد تاني انت مرتبط بيه، او انت متزوج وفي امرأة اخرى شغلة بالك في الفترة الحالية. طيب خلينا نشوف لو الكلام ده منطبق عليك. اسمع الفيديو، القراءة دي هتكون علشانك، والبعض منكم جايز تكونوا برضو عزاب مش مرتبطين، بس يعني مستقرين ومستقلين بنفسكم، يعني مش بتعتمدوا على حد ماديا، يعني حتى لو انتوا عايشين مع اهلكم كده، يمكن انتوا الاشخاص اللي بتعتمدوا على نفسكم ماديا، بتصرفوا على نفسكم، مش محتاجين مثلا انه الاب او الام او الاخ او كده يكون مصدر دعم مادي ليكم. بس الاكيد قوي هنا ان انتوا محتاجين شوية لتغيير الجو، او محتاجين للتواصل مع الطبيعة، لانه الفترة دي ممكن انتوا مركزين قوي على الجزء المادي، بالاضافة برضو ان في عندك حتة روحانية. بس لو انت شخص شغال في روحانيات معناها انك اتشديت قوي للماديات. اوكي، طيب خلينا نشوف مين الشخص اللي بيحاول ان هو يتخاطر معاك في الوقت الحالي، وليه بيحاول ان هو يتخاطر معاك، وايه الرسائل او ايه الطاقات اللي بيحاول ان هو يبعتها لك او يرسلها ليك من خلال تخاطره معاك. الشخص اللي بيحاول انه يتخاطر معاك دلوقتي هو على اكتر شخص انت مش معاه. خلينا نشوف العلاقة والتواصل. العلاقة والتواصل ماتت بس ما ماتتش، فاهمين؟ يعني من العلاقات اللي كل ما بتعتقد انه انتهت العلاقة والرابطة والتواصل بينك وبين الشخص ده، ترجع الدنيا تجمعكوا تاني، ترجع الترتيبات القدرية بتخليك تتكلم مع الشخص ده مرة تانية، او تحن ليه مرة تانية، او تبقى عاوز تتكلم معاه مرة تانية. فالشخص اللي بيتخاطر معك هو ظاهر اكتر انه في طاقة هوائية او ترابية، تحديدا ممكن يكون عذراء او ثور، ممكن لحد فيكم يكون الشخص ده برج الدلو. وبرضو خدوا معاكوا برج الجوزاء. مفيش تواصل بينك وبينه، بس انتوا مؤمنين بان التواصل هيحصل، او مؤمنين
انه انقطاع العلاقة والتواصل بينك وبينه دلوقتي، ان ده مش معناها ان العلاقة انتهت، او ان الشخص ده مش هيكلمك تاني، او ان مش هيبقى فيه فرصة ان انتوا ترجعوا لبعض مرة تانية. في ايمان الشخص ده عنده اليقين بانه التوقيت الالهي او التوقيت القدري هيخليكوا تتكلموا او يخليكوا تتواصلوا مرة تانية. ليه الشخص ده بيتخاطر معاك دلوقتي، وايه الافكار اللي هو بيحاول يوصلها لك او يعني يزرعها بداخلك من خلال تخاطره معاك؟ ليه بيحاول ان هو يتخاطر معاك دلوقتي؟ وبرده ايه الدليل على محاولة الشخص ده للتخاطر معاك؟ ليه بيحاول يتخاطر معاك دلوقتي؟ تو منفصلين. ممكن الشخص ده مش بس دلوقتي يحاول انه يتخاطر معاك، ممكن يكون بقاله مدة او بقاله فترة بيحاول ان هو يتخاطر معاك او بيحاول ان هو يوصل لك، والنتيجة اللي بيلاقيها هي الصد، او النتيجة اللي بيلاقيها هي مقاومتك ليه او رفضك ان انت تتقبل تواصل او تخاطر الشخص ده معاك. محاولته للتخاطر بسبب ان في فراق بينك وبينه. ممكن تكون انت قفلت الطرق على الشخص ده انه يجي يكلمك او انه يجي يتواصل معاك. ممكن برضو تكونوا عملتوا له بلوك او حاجة. هو عنده هوس عالي قوي بيكو، يعني الشخص ده مهووس بيكو جامد، يعني حاجة كده غصب عنه بتخليه يفكر فيكو قوي. ويمكن في بينكو حسابات لسه ما خلصتوهاش، في كلام لازم تقولوه، في كلام لازم تقولوه. يعني حتى لو قلتوا خلاص لا ده احنا انهينا العلاقة وكل واحد راح في طريقه، في شيء غير منتهي بينك وبين الشخص ده. يعني لو فعلا انت قلت مثلا لا خلاص انا نهيته، مش عاوز الشخص ده تاني ولا عاوز العلاقة دي تاني، فمحتاج اللي هي التقفيلة الحقيقية، العلاقة دي مش متقفلة بشكل حقيقي او مش منتهية بشكل جاد. يعني عشان كده قلت لكم يمكن كل ما بتبعدوا بترجعوا لبعض مرة تانية. الشخص ده يمكن يكون وضعه المادي ممتاز او حياته المادية حلوة قوي. ممكن برضو يكون لحد فيكو هو شخص متزوج او عنده بيت او عنده عيلة، بس من جواه في قلبه وجعه، من جواه حاسس ان البعد بتاع المسافة اللي بينك وبينه ده، او البعد النفسي، او ان انت مش بتكلمه او كده، مضايقه، مضايقه ومخلي الشخص ده عصبي. يعني لو هو في الطبيعي شخص هادي مش بيتعصب، هو الفترة دي بقى عصبي كتير، ما بقاش مثلا على طبيعته، ما بقاش يستحمل يتكلم مع حد، بقى خلقه ضيق شوية، بقى بتاع خناقات كتير. ممكن تكونوا بتسمعوا، حتى ممكن تكونوا سمعتوا ان الشخص ده وقع في مشاكل، او ان هو عمل مشاكل، او بقى بيتخانق مع الناس، او دخل سجن، حاجة زي كده. تخاطر الشخص ده معاك دلوقتي هو لو انت كنت قاعد اليوم مع نفسك كتير قوي فترة طويلة كده، حاسس ان انت مش في وعيك او فاصل او كده. يعني مثلا في ايدك حاجة بس مش مركز، بتعملي اكل بس حاسة ان دماغك في حتة تانية، بس دماغك فين مش عارفة. فلو انتوا مريتوا بحالة حسيتوا فيها انه عقلكوا فصل شوية، او ان مثلا حد بيكلمك وانت سامع بس مش مركز، او سامع بس مش عارف هو قال ايه ولا فاكر اي كلمة من قالها، فكأنه خلال الحالة دي انت روحك تواصلت مع الشخص ده، او انت ممكن تكون تخاطرت معاه، وربما ايضا على مستوى لاوعي. الدليل على محاولة الشخص ده انه هو يتخاطر معاك في الوقت الحالي او خلال اليوم، يعني الدليل انه هو فعلا حاول انه يتخاطر معاك؟ هو ان انت افتكرت الاوقات الجميلة بينك وبين الشخص ده، او ان النهاردة جالك تذكر يمكن لو كنتوا بتخرجوا المكان اللي روحتوه، او لو كنتوا قعدتوا في كافيه او حاجة زي كده، زي افتكرت الاوقات الحلوة اللي بينك وبينه، يمكن افتكرت العشرة اللي بينك وبينه. في تذكر عالي قوي لمواقف وذكريات حصلت بينك وبينه وانت مش عارف تنساها.
او جات على بالك النهارده؟ لو انتوا عزاب، اللي خلى الدليل ان الشخص ده يحاول يتخاطر معاك ممكن يكون انت في شخص بيحاول يقرب منك، او الطرف الاخر ممكن يكون هو اللي في حد بيحاول يقرب منه. يعني مثلا بنوته جايز يكون اليوم جاي لك عريس او حاجه، او هو عنده فرصه انه يرتبط او كده، او مامته او حد يعني قاله في فلانه او حاجه. يعني امكانيه ان حد فيكو يتاخد من التاني ممكن تكون من ضمن الحاجات اللي تثبت لك لو انت اللي خلاص هتدخل في علاقة جديدة، او لو انت عارف عن الشخص ده ان هو على وشك الدخول في علاقة جديدة. كمان ممكن اصلا تكونوا اتقابلتوا النهاردة وجها لوجه او كده، والشخص ده ما تكلمش معاك، ممكن يكون اتكلم مع كل الناس اللي حواليك الا انت. يعني مثلا شغالين مع بعض في نفس الشركة، في نفس المكتب، في نفس المستشفى او حاجة، جه سلم على الستاف كله وسابك انت من غير كلام او من غير سلام، فكأنه كان في اللحظة دي هو أكتر حد كان مركز عليه هو أنت، وأكتر حد تعمد أنه يتجاهله برضه هو أنت. إيه رسالة الشخص ده ليك من محاولته للتخاطر معاك؟ عاوز يقولك إيه؟ بصوا، هو تايه على فكرة. جزء جوه الشخص ده عاوز يكون عيلة وأسرة وبيت معاك، وجزء تاني زي محتاج ان هو يقف على رجله اكتر او يتأكد اكتر من الخطوة دي. بس هو الاكيد ان الشخص ده شوية مجنون بيك، او ان الشخص ده مش قادر حتى على مستوى لاوعي انه يبطل تفكير فيك. فهو يعني جواه القرارين، القرار انه عايز يكون معاك، بس يمكن الخوف من الطريقة اللي هينفذ بيها القرار ده، او يمكن الخوف من الزواج تحديدا، او جايز يكون حاسس انه مش قد المسؤولية دي او خايف منها، او هو بالفعل في علاقة فمش عارف ازاي يكون في علاقة تانية. لكن هو متأكد، لو عاوز يقوله لك، انه بيبقى لوحده من غيرك، بيبقى وحيد، ما بيبقاش مبسوط. حتى لو هو في وسط عيلة واسرة وبيت وكل حاجة، ما بيقدرش يحس بالونس، او ما بيقدرش يحس بالعيلة. ممكن لفترات طويلة تكون انت كنت بالنسبة للشخص ده العيلة بتاعته، او انت قدرت تخلي الشخص ده يحس بشعور العيلة او شعور البيت والاسرة والسكن. هو بيبص عليكو الكارت ده، هو بيبص عليكو كتير قوي وبيتابعكو، بيتابع اخبارك. ممكن يكون بيشوف مثلا لو انتوا عندكم حسابات اونلاين او كده بيبص عليها، او لو الشخص ده بيقدر يشوفك حتى ولو بس كده بتبقوا مثلا نفس المكان شغالين او جيران او حاجة، برضو بيبص عليك. الشخص ده عاوز يصالحك وعاوز يجيلك. اوكي، هو الفكرة انه كل ما بيبعد عنك كل ما بيزداد احساسه وطاقة شغفه ليك اكتر. يعني على الاكتر الشخص اللي حاول انه يتخاطر معاك مش انتوا اللي سبتوه ولا انتوا اللي بعدتوا عنه، هو الشخص اللي سابكوا هو اللي بعد عنكوا. ممكن يكون هو اللي رفض التواصل، او هو اللي منع التواصل ما بينكوا، او هو اللي عمل لك بلوك مثلا، او ضايقك قوي لدرجة ان انت من جواك ما بقتش عاوز تتكلم مع الشخص ده، او ما بقاش في مساحة في قلبك ليه. فهو كل ما بيبعد عنك كل ما بيشتاق لك اكتر، كل ما بيحس ان هو محتاج يتواصل معك اكتر، كل ما بيحس بطاقة الشغف تجاهك اكتر. ممكن افكار الشخص ده تجاهك تكون افكار انه يعني ان انت بس بتحس انك مفتقده وعايز تشوفه قوي. يعني بتبقى وحشك الشخص بكل ملامحه بكل تفاصيله، ان انت عاوز تشوف الشخص ده، عاوز تقابله وجها لوجه. ممكن مثلا لو العلاقة دي فقط اونلاين او كده، ان انت عاوز تتكلم معاك فيديو كول، عاوز تشوف وشه، عايز تشوفه وهو بيتكلم. فتخاطر الشخص ده معاك من كتر افتقاده ليك ومن كتر اشتياقه ان هو يشوفك ويقابلك، ممكن الطاقة دي تكون وصلت لك ان انت عاوز تقابل الشخص ده، ان انت عايز تتكلم معاه، ان انت عاوز تشوفه، محتاج قوي انك تشوفه. وممكن مش عارف السبب ايه. يعني ممكن الاحساس لو انا عايز اقابله بس انا مش عارف انا ليه عاوز اقابله. اقول لكم ايه كمان، يعني احنا اخدنا
مين واللي بيتخاطر معاك وايه الدليل ورسالته. هو هنا في الطاقة قال انه عايز يصالح وانه عايز يرجع. فهنشوف مثلا هل في سؤال تاني ولا خلاص كده نختم البودكاست. لو في حد عنده اقتراح طب بصوا هسأل لكم، اذا الشخص ده رجع لك وكده، هل انت هتتقبل رجوعه وتواصله معك؟ واذا هيرجع لك، هيرجع لك خلال قد ايه؟ انت هتتقبل على فكرة رجوع وتواصل الشخص ده معاك، بس هتتقل عليه شوية. هيتواصل معاك قريب، ممكن البعض منكم خلال 4 أسابيع عامة، اوكي؟ بس ممكن تكونوا لسه مش محددين شكل العلاقة بينكم وبين بعض، بس الاكيد فيها ان انتم مبتبقوش مبسوطين لما بتبقوا بعيد عن بعض، او بتحسوا ان في حاجة ناقصة او في حاجة مش مظبوطة لما بتبتعد انت على الشخص ده، او لما بيكون مش جنبك وبتحس ربما بوحدة. يعني مشاعركم انتوا الاتنين او حالتكم المزاجية ما بتبقاش متظبطة لما بتكونوا بعيد عن بعض، اوكي؟ شكرا ليكم لكل الاشخاص اللي كانوا معنا النهاردة في البودكاست، واشوفكم ان شاء الله على خير بفيديوهات تانية. متنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، وللتواصل او لطلب قراءة خاصة لينكات وروابط التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. شكرا ليكم، والى اللقاء ان شاء الله بفيديوهات تانية. كونوا بامان.